المسيح آله ديلا كنت أنطق بألسنة الملائكة والبشر ولم تكن في المحبة
حتى مجيئي. إنا نذكر موتك يا رب.
هذه المجازات نقرب لعظمتك المجد والابتهال، فلا نكون طعاما للنار ومرعا للنهيب بسبب خطايانا يوم الدينونة الأخير العادل والمفسد. لا نصبح غرباء عن ملكوتك، لا تحرمنا من صحبتك، بل أبجنا مع ندماء مندوبتك ومدعوي وليمتك. ولهذا تتوسل وتبتهل بيعتك ورعيتك بانسحاق إليك وبك ومعك إلى أبيك قائلة: ارحمنا أيها الإله الآب الضارب المقبول. ونحن أيضا يا رب عبيدك الضعفاء الخطأ، إذ نقر بجميلك نشكرك للكل ومن أجل الكل. إياك نسبح، إياك نبارك، لك نشكر ومنك نطلب. أيها الرب الإله أشفق في الصالح. بارك يا سيد، نصلي ونضرع إلى ربنا في هذا الوقت المقدس من أجل آبائنا ورؤسائنا المرحومين الحبر الأعظم مار فرانسيس بابا روما ومار ناطوس يوسف بطرياركنا، مع سائر أساقف المستقيمين الإيمان صلاتهم حمل لنا إلى الرب نضرع. إننا نذكر جميعا موتى المؤمنين المتوفين بالإيمان الحق، ونتضرع إلى المسيح إلهنا أن يؤهلهم لغفران الذنوب وترك الخطايا، ويبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي. ولنصرخ ثلاثا قائلين: كوريا ليسو، كوريا ليسو، كوريا ليسو.
الله لا نضر فيه.